Sen anlat Karadeniz. تفضل. يسلموا بنتي. صحتين وهنا. ما بدك تاخد يعني؟ شو بدي اخد نفس؟ عم تحكي عن الشاي مصطفى خود؟ ايه يسلموا ايديك. بعتذر ما انتبهت. صحة وهنا. هاتي يسلموا. شكرا يا روحي. طاهر رح تاكل هالمسكينة بعيونك ولك انكسر ظهره وهي ما دت لك الصينية. خد كاستك خليها تقعد بقى. الشاي طيب كتير يسلموا. صحة وهنا. لك شوفي ليه عم تطلع؟ شو صاير لك اليوم؟ ما قلت لي وين اخواتك هلا؟ ما بعرف. متأخروا شوي؟ بتصل فيهم؟ ايه اتصل فيهم يجوا فورا لأنه رح طالعهم يسحبوا رمل من بكير. أهلين طاهر. انتوا وينكن لهلا؟ شوي ومنجي يا أخي. وين ما كنتوا قوموا فورا وتعوا على البيت، مصطفى بده اياكم. طيب اخي طيب. مصطفى بده ايانا. ايه عم بيقول جايين. ايه طيب هلا منشوف. شو من شان طلبت البنات؟ مو ناويين تحكوا معنا بالموضوع؟ عن اي طلبه عم تحكي؟ ولك مين بدنا نطلب؟ شو اللي صار؟ لا طلبه ولا شيء، طولوا بالكم. نحنا رحنا نشوف البنات بس ما لقيناهم. اي شوفي هي ولك شبكن؟ ليش ما عم تحكوا؟ حدا منكم يفهمنا شو القصة؟ هدول راحوا يشوفوا بنات للخطبة لمراد وفاتح. مستحيل. لا أسية امي هالفكرة من راسك ما هيك؟ الله يوفقك. بوس ايدك ما تكملي فيها. ليش شو فيها يعني؟ نقيت ايكون وصنقول. ومين هدول بقى؟ بناتو للعم دوردو ما هيك؟ أمي بوس إيدك. نحن شو لنا شغل مع هدول البنتين؟ حدا منكم يفهمني كرمال الله. ليش شبهوا على سلامتهم؟ شو بعمل لك عن إذا نظروا بين راك راحوا؟ يعني إذا هن راحوا منجيب بدالهم يقولوا سنقول أمي؟ هلأ بيجوا بدالهم ولا ما بيجوا ما دخلني. هاي الأمور يا ابني عند الله علمه، كله اسمه ونصيب. أستغفر الله العظيم. كل شغلة ما لمني حبي عملوها النسوان وبعدين بيقولوا نحن ما دخلنا، هيك بده الله. حسبي الله ونعم الوكيل. شو رأيك نقوم نمشي؟ اه؟ هدول اللي هنيك مو التوأم؟ ما بعرف. ايه بلا هنهن. الله يكون بعونه، مرته طفشت منه. عفوا اخي، الحساب بعد اذنك. شوفوا كيف قاعد ومهامه. شو هالناس؟ لك كلهم بهالعيله هيك. الصبح رح نطلع على السفينه. ايه والله رجعنا سناقل. ولك نحن ما عنا حظ، كيف بدنا نحب ونعشق؟ انت شو صار معك؟ في اخبار عن نظر؟ ما في. وانت بتعرف براك اتصلت شي؟ آخر مرة بعتت مسج. اتصلت. ايه شو قلت لها؟ ما رديت. ليه؟ هالموضوع بدي أخلص منه. هات شكله سمعنا وما عجبه الحكي. شباب في شي؟ ولا شي، خليك بطاولتك. طاولتي أنا؟ مراد روق وما تنسى، وعدنا مصطفى انه ما نعمل مشاكل. بس لحظه فاتح، لحظه، ما قلتوا لي انتوا على شو عم تطلعوا فينا وتضحكوا؟ ما في شيء، خليك بحالك مراد.
بلا ما تصير مشكلة ويموتوا بين إيدينا. يلا قوم الله يرضى عليك. بس لحظة استنى، بس بدي اطمن انت عم يوجعك شي؟ شو ما عم تفهم؟ كل اللي صار فيك ما كفاك، قبلت تاخذ فضلة رجال تاني ومع هيك ما زبطت، حتى الفضلة هربت منك. نشكر الله. وأخيرا جميل، وينك لهلا؟ معقول؟ رح موت من خوفي عليك، وموبايلك ما رديت عليه. إذا جوعان قلي لجيب لك تاكل، عاملة لوبي. ماني جوعان. تصبح خير بابا. مرجاني بنتي عادي لشوف، وأنت كمان تركان. مبارح كنت عم أحكي مع شخص بيننا شغل من زمان، وبعدين من كلمة لكلمة سأل عن مرجاني. في عنده ولد عم يدرس بروسيا، أنا شفته للشاب، عقله كبير وشخصيته قوي وأكابر. جميل شو عم تحكي أنت؟ اللي مين هالزلمة؟ أكيد له اسم. وشو يعني عنده ولد؟ ما فهمت شو خصنا. هو بده يخطب مرجاني لابنه، وأنا قلت له إن شاء الله بصير نصيب. رح جن؟ اللي مين هو هالزلمة ومن وين طلعنا هلأ؟ فهمني. مو قلت لكم إنه من زمان بشتغل معه؟ لما سألني عن مرجاني قلت له إن شاء الله بصير خير. أنت جنيت على الآخر جميل. قبلاني بابا طبعاً إذا شايفة مناسب. كأنك موافقة بنتي؟ ليش عم بتقولي هيك؟ أنت شبك؟ عم تتمسخر علينا جميل؟ رح يجوا يطلبوها، ابنه رح ينزل من روسيا. حاجة مسخرة، لسه بيقلي روسيا حاجة بقى. سكران مو؟ في عنده ولد عم يدرس بروسيا، هو بده يخطب مرجاني لابنه. متأخر الوقت كتير؟ كذبوا على طاهر وقالوا جايين، بس يجوا بورجيهم. خير إن شاء الله. ايه يا صاحبي؟ صاحبي لو سمحت تعال عندي على المركز. شو السبب؟ خير علي؟ لأنه إخواتك الصغار هون عاملين خناقة وهنن عندي بالمكتب. يا الله شوفي. قوم أخي قوم. ولك شوفي احكي. طاهر شوفي احكي. خير؟ قولوا لي ليش تخانقتوا؟ صرتوا زلم وعيب يلي عملتوه؟ هنن غلطوا معنا بالحكي. اها غلطوا معكم بالحكي. ايه لا تكونوا من جمعية حقوق اللغة وشغلتكم تربوا يلي بيغلط بالحكي. هالدنيا فيها قانون مو سايبة. والله معك حق، بس نحن ما كنا ناويين نتخانق معهم ابدا. لو ما هنن زودوها معنا ما كنا ضربناهم. برافو عليكم، انتوا قنعتوني بصراحة، برافو عليكم. يا رب تتلطف فيهم وما تضرهم.
أقسم بالله عقلك مانو براسك هالفترة. بالله عن جد، إيه وينه لكان؟ هالمرة بنوب ما بسمح لكم. أنا اللي بدي أقرر. مرجاني صار وقتها وما بتنترك بلا جواز. جميل، شو لتكون متضايق من لقمة بنتك؟ لك أنت ليش عم تعمل فينا هيك؟ آه؟ قلي مين هالزلمة؟ وين شاف مرجاني لحتى يطلب إيدها؟ طيب مرجاني شايفته شي؟ ما شفت شو صار بنظر لما جوزناها لبيدات؟ ليكك هلأ بدك تجوز البنت لواحد ما شافت وشه ولا بتعرف طبعه؟ إيه ليش؟ أنت لما قبلتي فيني وقتك كنت شايفي وشي؟ لا جميل، ما كنت شايفته، بس زمن أول تحول يا جميل وبتعرف هالشي. نفس الغلطة وبدك يانا ببساطة وفوراً نوافق. إذا مرجانة ما بتشوفه وبتوافق عليه مستحيل ياخدها. ولك ما بدي يرجع يصير معنا نفس الموقف يا مرة. المهم البنت لازم تتجوز ويصير عندها عيلة. والله إذا ما بتتزوج بالمرة أحسن بكتير من إنها تتزوج من زلمة ما بتعرف أصله من فصله. بس أنا بعرف أنت معصب من اللي صوته نظر، مزبوط والحق معك، بس ما تحاسب مرجانة على أغلاط نظر، ما تعمل هيك. يعني بفهم من وقت اللي تزوجتيني مو طايقة وشي، ما هيك؟ هيك قصدك؟ لك شبه هون؟ لك شو صاير معهم هدول؟ ورجيني؟ مين اللي عامل فيكن هيك؟ مع مين علاقتوا؟ فهموني. بالمطعم علقوا مع ناس زهران. ايه والله بيعمركن ما رح تصيروا زلم ابدا. ولك مو الصبح كنت عم بحكي معكم بهالموضوع؟ مو قلتلكن رح تلحقوا شغلكن وبس؟ ولك اليوم الصبح حكينا مو امبارح. طيب اخي صار اللي صار، خلص ما تكبرها. شو هو اللي صار؟ لسه اخواتك ما شافوا شي طاهر، استنى علي شوي، ما شافوا شي من الضرب لسه. بدي كمل انا، هذا لعب على الخفيف، انا بورجيهم كيف بيكون الضرب لهالي. واقف واقف اخي شبك، انت كمان مو ناقصينك هلا، خلص. واقف واقف، كله بيصيح واقف، ها هي وقفنا. علي اللي في عليهم شي؟ لا طاهر اطمن، كانوا سكرانين كلياتهم، لهيك ما حدا قدم شكوى. طيب معناها فينا ناخدهم ونمشي ما؟ ليش حتى ناخدهم؟ شو بدنا نعمل فيهم؟ علي ليش ما بتزتهم بالنظارة؟ بتشربهم مي مرة واحدة باليوم وبتطعميهم خبز يابس، وزيادة عليكم ولك تضرب منك إلو. بكفي مصطفى، يلا أخي قوم اتحرك. وانت مراد يلا قوم قوم. تصبح مراد على خير. خاطر قوم. الله معكم. ما تواخذني لا ولا يهمك. حيوانات. شفتوا من شو كنت خايفة؟ قلتلكن هيك رح يصير إذا ما جوزناهن وصار عندهن نسوان بيضلوا هيك. لك حماتي روقينا هلأ، بس يجوا لهون بنفهم منهم أصل القصة من الأساس. أنا بقلكن القصة كلها، واحد تذكر نظر والتاني براك، ولو حدا يتفششوا فيه. أول مرة بتمرق وتاني مرة بتمرق وبعدين بينحبسوا كم سنة. إجوا آسية. فوتوا انت ويا فوتوا فوتوا تضربوا بهالمنظر. يا روحي انتوا لكريتوا، الله يكسر ايديهم. مين هدول اللي ضاربينكم كل هالقد؟ لو سمحتي مرت اخي ما تقولي ضاربيننا، لانه نحن اللي ضربناهم. لو تشوفي كيف شبعناهم ضرب. ايه ان شاء الله بتتكسر ايديهم يا حق. ليش تتكسر ايديهم؟ اذا بشوفهم ببسلهم ايديهم انا. لا واذا بدك مالهم ضاربينهم منيح كمان. مراد فاتح شو الموضوع؟ ليش صار هيك؟ ولك تضربوا نقلعوا، لك ما بدي اشوف وشكم. نقلعوا وقفوا، اسمعوني منيح. الصبح على الخمسة رح تكونوا واقفين باستعداد هون، تطلعوا على السفينة وعلى الشغل، يلي بيتأخر بدي يدفنه. ماشي؟ نقلعوا لشوف، ما تورجوني هالمناظر. لك مصطفى شبك مبحوت هيك، شو عملوا؟ هذا في واحد سكران صار يحكي كلام ماله منيح على النظر، قام الولد جن ومخه طق. بعرف كيف جننوا على الآخر لهالجحش. أنا قلت لكم ما صدقتوني. سنية خانم خلصنا، والله فهمنا انه قلتي لنا، بس شو بينفع الحكي تبعك هلا؟
روح مصطفى قدامي يلا. امشي. طاهر أنا شو قلت لك؟ شو قلتي؟ قلت ما تطلع فيني هيك بتوتر. بس ما بعرف كيف بدي اطلع فيكي لكان؟ طاهر بدي اقول لك شيء مهم. قولي. ليك فجأة طلعت من تمي وبدون قصد. شو هي نفس؟ بدون ما احس قلت لأمك. قلت لها أمي لحالها طلعت. الحمل هو السبب أكيد. وبعدها إجا عبالي أبكي. يعني شو صار لي ما بعرف. زعلت. معقول يضل وضعي هيك طول فترة الحمل؟ عم كون عاطفية كتير، شي بفرح وشي بحزن، وبعدين ببكي بدون ما أحس. رح تتحمل وضعي بهالحمل؟ مجبور أتحمل. عن جد شكراً. هذا طلع معك؟ نفس بكرة منجيب التحليل وبعدين أنا برأيي منطلب من الدكتورة صورة إيكو كمان. لك نفس كل يوم في آلاف النسوان عم يعملوا صورة إيكو، مو على دور يتغيروا الطب. حتى لو كيس صغير منشوفه شو المشكلة يعني؟ أنت طلعت موسوس أكتر مني، بس أنا مو مزعوجة أبداً، مبسوطة كتير. موسوس ولا لا؟ صحتك هي نفس. أي ومو لحالك وابننا كمان. ابننا ما؟ ابني منك أنت. شو حلوة هالكلمة ما هيك طاهر؟ شوف أخي هلأ مرتك حامل، لا تخبص وتحكي معك كلام ما إله طعمة وتزعلها. لا تعمل هيك. مصطفى مصطفى ولك مصطفى شبك؟ خير؟ انت معصب من الصغار؟ ايه معصب كتير منهم. طيب بس لا تزودها كمان، يعني هنن شو عملوا؟ مرقها هالمرة خلاص. اسمعني مصطفى. لك شو صار لك حطيتيني براسك؟ ما في غير عم تقولي مصطفى مصطفى. شو بم مصطفى احكي؟ وليش عم تعيط؟ خلاص طيب ما عاد عيط. بس انت بتعرفي طبعي قاسية. انت في فولة بتمك مصطفى جوزي وبعرفك. حسبي الله. لك ما في بتمي شي لا فولة ولا غيرها يا مرة. معصب من هالزعران شو فيها يعني؟ متأكد انه ما في غير هالقصة؟ ايه اكيد. شو بده يكون فيه؟ تعرف اليوم شو صار معنا؟ اسيب بوس ايدك، مو ضروري اعرف شو صار معكن. شو خصني؟ بدي نام نعست، عندي فاقة الصبح بكير. شو نسيتي؟ ما نعست بس مو حابب تحكي معي. باليوم كم كلمة عم نحكي مع بعض برأيك؟ ما في شي لنحكي فيه. انت ما بتقلي غير فاق الصبي رضعي، حضري لي الفطور، جهزي لي قميصي. اذا ما بدك مني شي ما بتحاكيني. لشو تحكي معي؟ ما في زوم ابدا. لشو غيرت كلمة السر؟ اي كلمة سر هي؟ شو عم تقولي؟ ما فهمت عليكي ولا بس بدك تحكي يعني؟ خلصنا بقى. ما بدك تنتفسي؟ بدي ارتاح حاج. قلت لك لازم فيه قبل الضوء. أسية حبيبتي بعتذر. ولك بتعرفيني قديش معصب من الشباب. أسية شو صار لي؟ كاني زودتها زيادة عن اللزوم. صباح الخير. صباح النور. يلا قومي حضري حالك، لازم نجيب نتيجة التحاليل. تركني فيق بالأول. وهي فقتي هلأ؟
طاهر لا تعصبني. تعال أمي تعال، فوت وخلصني من هالظالم. صباح الخير، يلا أنا رح أسبقكم. لوين رايح؟ رح ألعب بسيارتي تحت. يلا الله معكم. الله معكم قال، وأنا كنت أقول الله معكم بدل بخاطركم بصغري. ناطرك تحت طيب، والله معك. لا يا ربي دخيلك، معناتها الموبايل رن وما سمعته أنا. لك آخ منك يا مصطفى آخ. ألو، إيه يا ريس كمال؟ ألو مصطفى، طلعنا نحن بالبحر. طيب طيب خلص فهمت فهمت، يلا يلا. تضرب أنت وحظك يا مصطفى، من إمتى بتنام هيك؟ لك هدول وينهم؟ عسية! صباح الخير أخي، كيفك؟ صباح النور أخي، الحمد لله. شو وين باقي العيلة طاهر؟ لهلأ ما فاو، لسه بكير. رح تروحوا على الدكتورة ما؟ رايحين أخي رايحين، نفس عم تلبس وماشيين. طلع فيني، لا تخاف وكل شي رح يكون منيح ماشي؟ مو بس خايف، مرعوب ورح موت من الخوف. بعرف أخي بعرف، أنا متفائل وحاسس إنه الأمور منيحة كتير. صباح الخير. صباح النور. صباح النور نفس، يسعد صباحك. ها أمي، شو وين آسية؟ شو بيعرفني وين بتكون؟ معقول عم تسألني أنا عن مرتك؟ ايه، وابني وينه؟ إذا هو مو مبين كمان معناته راحت وأخدته. ما بدك تاخدينا اليوم على الحديقة؟ بدي آخدكن طبعا، فيني ما آخدكن، بس لنفطر بالأول، معقول نروح بلا فطور؟ ممكن آخد معي سيارتي الجديدة على الحديقة بابا؟ ايه طبعا بابا، طبعا فيك تاخدها معك يا بطل. يلا نمشي يلا. طيب بس لحظة حبيبي، ما تعذب تيتا مفهوم؟ يلا بأمان الله أخي، ناطرين منكن الأخبار الحلوة. ها إن شاء الله، مع السلامة. بلم يلا استعجلي، بدنا نروح على الحديقة. رح بدل تيابي وارجع أمي. ايه ماشي. مرجاني اسمعيني، أبوكي ما رح يجبرك. أنا ما عاد يهمني شو ما صار يصير. ليش يا روحي؟ بظن إنه بابا سمع حديثنا أنا وياكي وقرر إنه يزوجني بسرعة مشان يصلح الأمور على طريقته هو. وأنا توقعت هالشي كمان. بس شو اللي قلتي مبارح؟ طيب بابا اللي بتشوفه مناسب هذا شو؟ شو بدي أقول له لك؟ كلامك كله كان مزبوط من أول كلمة لآخر كلمة. شو بعمل إذا هذا هو قدري؟ مبين إنه بابا حابب هالجوازة وأنا أبداً ما رح زعله. ما في تتزوجي بنتي، مين بيكونوا هدول الناس؟ نحن ما منعرف يجوا يطلبوكي، ما فينا نقلهم على هيلا. رح أتزوج أمي. عم حاول وقف بوش أبوكي، ما بدي وقف بوشك أنت كمان. طولي بالك شوي، الباب رح يندق، استني رح يطلبوني، وقتها منشوفهم ومنتعرف على الأب وعلى الابن وبتزوج. قدر البنت مثل قدر أمها ما هيك؟ وأنا قبلانته. أنا مو قبلان، مستحيل أقبل تتزوجي بهالطريقة. مع مين عم بحكي أنا مرجانة؟ مستحيل أقبل، لا ما بقبل.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. معقول يا بنتي تجي لهون قبل الضو وجايبي هالولد ومعذبتيه معك؟ ليش؟ معقول بيت أبي بطوله وعرضه ما ضل إلي في مكان؟ شو عم تحكي يا بنتي؟ أستغفر الله العلي العظيم، مين قال مالك مكان؟ موبايلك عم يرن؟ أنا مو قلت لك أبي؟ هلأ لحس إنه مرته تارك البيت مثل الدب، لا بيهتم ولا بيحس. الله بيعلم يمكن متصل مشان يسألني عن القميص. ما رح تردي؟ لا. بابا لا تتصل فيه. عم تتصل؟ لك بابا. ألو مصطفى، كيف حاسة حالك اليوم؟ دكتورة النتيجة معك ما؟ ايه معي، وكل شي طلع طبيعي اطمن. في نقص بسيط بالحديد وهذا الشي موجود عند كل 8 نساء من أصل 10، ونقص الحديد بيتعوض بطرق طبيعية. بفترة الحمل الشيء الأهم واللي لازم تنتبهي عليه أكتر شيء هو الفوليك أسيد، كتري من الأكلات اللي موجود فيها، سمك مثلاً. بس هيك دكتورة؟ بس هيك. يعني نفس كل أموره تمام؟ زوجك خايف أكتر منك مع أنه الولد الثاني. أي والله، بس هو هيك طبعه. اطمنت طاهر مشي الحال؟ والله نتيجة التحليل ما بتكفي نفس، ما اطمنت لسه. دكتورة أنا حابب شوف الجنين، اعملي له صورة إيكو لو سمحتي. يعني إذا كتير حابين بنعمل، بس لسه ما تكون الجنين وما رح نشوف غير كيس حمل وصغير. أي فهمت، يلا نفس. طاهر شكراً كتير دكتورة، ما تواخذينا. ولا يهمك. شكراً. الله معكن بالإذن. أسية يا أسية، عمي شو عم يصير؟ معقول تجيب الصبي وتجي لعندك؟ ابني طول بالك، قبل كل شي ما بيصير تعيط لأنه هي معصبة منك كمان، بس ما خبرتني ليش وما بعرف شبهها، بس بكل الأحوال الصوت العالي ما بيحل الأمور. شو بعمل؟ بدي علي صوتي شي ما بيدخل العقل. أسية شو بدك؟ ولا جاي تشوف ابنك؟ ولك هاي ابنك شوفه، يلا مع السلامة. أوه أسيه لك طول بالك يا ابني، ما تعلي صوتك لو سمحت، اكيد كاسر لها قلبها. اكيد لا. ولك انت ليش عم تصرخ علي؟ ولا انا شو بيعرفني شو عامل لحتى هالقد معصبه؟ أسيه ما رح اتحرك من هون، اذا ما بتطلعي ما رح امشي لمكان، رح ضل قاعد برا، قاعد لك هون، قاعد لك. رح اقعد هون فوق جذع الشجره اللي مواجه بيتكم. تذكرتي هاي القعدة مو هيك؟ أوه. وين رايح عمي؟ بدي بعد عنك وعن صوتك العالي. أسية أسية، ليش عم تعاندي؟ ماني عم أفهم. الدكتورة قالت بلا إيكو، قام أنتي وقفتي معه فورا. طاهر ممكن تروق شوي؟ أنت اللي عم تعاند مو أنا، ركاب السيارة. قلت لي تطلع نتيجة التحليل وهي طلعت كل الأمور منيحة، ليش عم تتصرفوا كأنه فيني شي؟ ليش؟ أنا مالي مرتاح لهي الدكتورة أبداً، يعني ما عم تفهمنا شي، وأنا مالي طالب منك غير تروحي معي لعند دكتورة تانية، هذا طلبي وبس. رح تقلنا الحكي نفسه، شو رح تفرق؟ شو عرفك رح تقول نفسه؟ وإنت شو عرفك إنه ما رح تقول الحكي نفسه طاهر؟ عن جد تصرفاتك مو مفهومة. بعتذر. إذا نفس حبلت شي مرة فبيكون احتمال كبير انه الولد ونفس يموتوا. ولا يهمك، انا حامل فهمنا، بس انت شو قصتك لا تكون حامل كمان؟ طاهر توصلني لعند تركان خانم، وعدتهم بالزيارة.
يا ربي دخيل اسمك، لا اعتراض على حكمك، بس يعني ما بعرف، عنا بشهر آب بينزل مطر بالعادة، ضروري اليوم يكون في شمس كل هالقد؟ نحن بالبحر الأسود هون، لو ينزل شوية مطر لحتى ينبلوا التياب بركي بتشفى على حالي. ما مطرت، قابوندكي نرميدور، قابوندكي نرميدور، يانوندكي يرميدور، يانوندكي يرميدور. Benden başka var mı? Kapındaki nar ise Kapındaki nar ise Yanındaki yar ise Yanındaki yar ise Allah belamı versin. Allah belamı versin. Senden başka var ise Benden başka var ise Allah belanı versin Benden başka var ise Benden başka var ise أوف آسيا أوف. خير مصطفى، شبك؟ شكراً حبيبي. أنت لوين رايح؟ بدي روح على الشركة شوي، الشباب بيكونوا رجعوا، بدي روح أطمن. ليك لا تتوسوس، صدقني الأمور منيحة، الأمهات بيحسوا. حلوة مو؟ كتير. تفضلي تفضلي. فوتي بنتي. أهلا وسهلا. أهلين فيكي. عادي بنتي عادي وارتاحي. مبروك نفس. عقبال عندك. إيه رحتي على الدكتورة وشو قالت؟ كم أسبوع عمره؟ لك ليكون إلك شهور يا بنت. مو شهور، أسابيع لسه. عملنا تحاليل والنتيجة طلعت كل شي منيح الحمد لله. ألف حمد وشكر إلك يا ربي، إن شاء الله بشوفك حاملتي بحضنك بخير وسلامة. آمين يا رب. نظر كيفة؟ هي منيحة؟ إيه نظر منيحة. وجميل بيك راق ولا لسه؟ والله بعمره ما رح تهدأ أعصابه. رح قوم ساوي شاي. والله ما بتقومي، قلت بمرق على السريع بشوفكن وبمشي. مو معقول هالشي، وكمان بدي جيب لك شغلة. شو
نفس، إذا بتقبلي هدول هدية الولد مني. شو هدول يعني؟ أنتي شاغلتيهم مو هيك؟ إيه، ليش عم تعطيني إياهم إلي؟ اشتغلتهم لأتسلى وضيع وقت، وحابة هديهم للولد. الجرابات زرق بس وقت تطلع بنت. أنا ما فيني أقبلهم أبداً. ما وعدتيني إنه ما تفقدي الأمل وإنه تكوني قوية وتكوني سعيدة؟ الأمل؟ بالحقيقة في أمل. بابا قال لي إنه ابن رفيقه طلب إيدي مبارح ورح يجوا يخطبوني بهاليومة، مو هيك قال أمي؟ أنتي بتعرفي مرجاني؟ بنوب، بس رح أتعرف عليه. طيب وليش عم تعطيني هدول؟ أنتي هلأ حامل وما ضل كتير لولادتك، أما أنا مطولة، يعني بس أحبل أنا أنتي بتشتغلي لي مثلاً وبيمشي الحال هيك. نفس لو سمحتي. Benden başka var ise, senden başka var ise. عن جد شكراً كتير إلك، مو معقولة شو حلوين. فرحت لأنه عجبوكي. شكراً وعقبالك حبيبتي. مبروك عليكم، إن شاء الله بتقومي بالسلامة يا روح. إن شاء الله، دعولي. ديري بالك على حالك منيح. ماشي بالإذن. الله معك. ستي شوفي هنا قديش فيني قوية للمرجوحة. بس انتبهي ما توقعي. ايه؟ على مهلك على مهلك بنتي، اوعك تقوية وتوقعي. كيفك مرجاني؟ ممكن تنادي نفس؟ بدي أحكي معها. من شوي راحت. لوين راحت؟ عالبيت. شو هالحكي؟ دقيت لها بس ما ردت علي. ما بعرف، من شوي طلعت. طيب ماشي، يسلموا. طاهر؟ ايه مرجاني.
مبروك إن شاء الله على الولد يلي رح يجيكم. شكراً، يبارك فيكي. فرحت من قلبي، الله يخلي لأبوه وأمه. آمين آمين. بخاطرك عطيت لنفس شوية ديارة، أنا شاغلتها عملتهم بإيدي، عجبوها كتير وطار عقلة فيهم، جرابات وهيك شغلات. شكراً إليك، يسلموا. ليش عزبتي حالك؟ هدول من زمان عملتهم، وقت فكرتك إلي. هاي الحياة، هنن لابنك وهذا المهم. استغربت كتير معك. بالمناسبة أنت كمان فيك تبارك لي، أنا رح أتزوج من ابن رفيقه للبابا، شي حلو ما هيك؟ لا تسأل عن اسمه لأنه ما بعرف أساساً، ما بيهمني بنوب. إذا ما كان اسمه طاهر ما بيهمني شو مكان يكون. بعتذر منك، طول عمري رح ضل عم اندم على الشي اللي بدي أقوله قدامك هلأ. بعرف لآخر يوم بحياتي رح ضل حبك، هالحب مانو بإيدي طاهر. كيفك يا ييت بيك؟ منيح عمي فكرات. نفس، اصحي نفس، روح قلبي شو صار لك؟
يا الله نفس. تعي تعي معي. يلا نفس. يا ربي. يلا روح كم دولار. تعالي على الأحصنة. ليش ما رحت لهلا؟ وليش تروح بالله؟ يعني قصدي ابنك فيدات متوفى؟ بيد كرمال حفيدي سنية خانوم، مشان ييت ما ضل اللي غيره بهالدنيا، وطول ما الله عاطيني عمر رح ضل هون مشان شوفه. كأنه نفس وابنك طاهر سامحوكي لحتى شايفك هون مع أحفادك الاثنين. ايه هذا اللي صار. نفس ما قصرت وحتى صالحتني أنا وابني، رجعت المي لمجاريها. هي مو نفس المرة اللي قلعتيها من بيتك من قبل؟ شو؟ كأنها رجعت لك عيلتك مثل أول. الله يرضى عليها ويحميها. اي والله. نعالي هاتوا نعالي يلا بسرعة. شو صاير معه؟ أنسي أنا مرتي حامل، فتت على البيت لقيتها على الأرض وما قدرت فيقها. في استفراغ أو حالة تسمم؟ لا ما شفت شيء. طيب من بعد إذنك خليك هون، ما فيك تفوت معه لجوا لو سمحت إذا ممكن. خليكي معي نفس، لو بترجاكي من شان يتو ابننا اللي جاي اصحك تروحي وتتركينا. انخفاض بالنبض والضغط دكتور. اعملي لها تحاليل وبعدها منقرر. حاضر فورا. حضرتك منيحة؟ ايه طاهر. لو سمحتي نادي زوجة خليه يجي. ماشي دكتور. صحيت زوجتك، فيك تتفضل تشوفها. نفس حبيبة قلبي، صرتي أحسن؟ إيه أنا منيحة كتير. عملنا تحليل دم والدكتورة قالت ما في شي دكتور. إيه وهلأ كمان سوينا تحاليل زيادة للمدام، تحاليل هيموغرام وتحاليل عامة، إذا طلعت جيدة بيكون وقتها ما في أي مشكلة وبتروحوا وبتحكوا مع دكتورتها المختصة. معافاية يا خانم. شكراً عزبناك معنا دكتور. نفسي تعالي نروح لعند دكتورة تاني ومشفى تاني. إيه طاهر هلأ سمعت شو قال الدكتور، ما فيني شي منيحة. طيب رح حاكي الدكتورة وبرجع لك، خليكي مرتاحة.
تفضل. أهلا وسهلا طاهر بيك. والله مو جاي لأشرب فنجان قهوة. نفس خانم منيحة؟ لا، وليكا تحت حطينا بالإسعاف لأنه أغمي عليها. إيه وهلأ كيف الدكتور ما فحصها تحت؟ يعني الحمد لله صحيت قبل شوي. طاهر بيك طول بالك وروق، لما النفس خانم ترتاح وتحس حالة منيحة تفضلوا لعندي لهون، لازم نحكي بموضوع. بيّن معك شي دكتورة؟ شو القصة؟ ييت بلم، يلا خلونا نرجع على البيت، خلص حاجة. لا مشان الله تيتي خلينا. تيتي خلينا نلعب شوي كمان، ما بدنا نروح. شوفوا قديش الساعة. ما تزعليهم للولاد ثانية خانم، إذا متضايقة من وجودي بمشي بس خليهم يلعبوا. إيه تمام يلا، خمس دقايق بس. ألو. ايه ممتاز. طيب ماشي انا جاي. تعوا يا اولاد قربوا لعندي شوي يا حلوين. هاي المصاري الكن هديه مني. يلا لشوف كل واحد ياخذ وحده. سنية خانم اسمحي لي اعطيهم المصاري للصغار، على القليل اسمحي لي بهي. يلا شكرا كثير لك عمو فكرات. شكرا كثير لك عمو فكرات. حبايب قلبي لا تعذبوا ستكن، ها اتفقنا؟ حاضر. شاطرين يا اولاد. بستاذن سنية خانم. إذنك معك، مع السلامة. روح الله معك. يلا امشوا يا أولاد، يلا خلونا نرجع على البيت. لحظة ضبوا المصاري. يلا حبيباتي هاتوا إيدكن، جيب السيارة تبعك. يلا ابني مو معقول تنساها وأبوك دفع كتير لجابها. طاهر وينك؟ على شوي كنت طالع على حالي. ليكني بس جبت لك بوطك. مرحبا، تحليل الهيموغرام وبقية التحاليل طبيعية وما فيها شي بنوب. ما في ولا مشكلة يعني؟ لا الأمور ممتازة، أصلا بأول 3 أشهر من الحمل الدوخة بتكون واردة كتير. الحمد لله على السلامة. شكرا لك. حبيبتي دكتورتك قال لازم نحكي، وقال ما بتحكي لتكوني معي، امشي نطلع لعندها. ليكون في شي؟ لا شو هالحكي، نفس ما في شي بنوب. يلا بس اكيد انت منيحة. شو شايف طاهر؟ ما بيصير تضل خايف هيك، رح تخليني فكر فيني شي وموت من الخوف. طيب شو ساوي نفس؟ فتت على البيت ولقيتك واقع على الارض وما بدك ياني خاف؟ خلص شغلة وصارت، وهي مو اول مرة بدوخ. كيف يعني مو اول مرة؟ لما كنا نايمين بالباص نزل ضغطي وقتها من قلة الأكل. بس مشي الحال وهلأ منيحة. تعالي يلا. صدقني تعالي. طبط خلاص. سنية خانم يا بنتي نفس، شو ما حدا هون؟ خير إن شاء الله. شو وينهم كلهم؟ ما في حدا والباب مفتوح. غريبة وينهم؟ أوه كل كم يوم. ما شاء الله ما شاء الله، الأولاد كاينين بمشوار واللي أخدتهم ستهم، نشكر الله. جدو عثمان جدي. أوه يا حبايبي انتو ما شاء الله ما شاء الله، مين بلش بوس بالأوان؟ والله ما عاد أعرف. الله يحميكم يا حبايب قلبي. أهلين شيخنا نورت. أهلين فيكي سنية خانم، من شوي إجيت ولقيت الباب مفتوح. ناديت وما حدا رد أبدا. كنت جاي وبدي شوف نفس. الباب مفتوح وما في حدا؟ وكمان آسية من الصبح جنت وعصبت وأخذت الصغير وطلعت هي وياه من البيت، ما بعرف لوين راحت. طمني طمني، آسية عندي بالبيت. أبصر شو بدايا، إجيت أخذ نفس، قلت بلكي بتفهم لنا شو اللي صاير معها. وينها يا ترى؟
عسيه عسيه خلص حاجه بقى افتحي لي هالباب. شت. لك واقف على هالباب كاني شيط ناطر مين يطلع يطعميه. مياو مياو. عسيه قولي لي شو ذنبي انا؟ طيب اذا مفكره ما بحبك ان شاء الله يا عسيه ان شاء الله ياخذوني يشنوني لموت والهلك غير هيك ان شاء الله يقوصوني الف رصاصه وما اموت. عسيه لا قولي لي بشو غلطت انا؟ لك حتى اللي بيحكموه اعدام ما بيقتلوا لا يعرف شو ذنبه لانه هذا حقه فوينه حقي انا؟ عسيه ردي. طيب بدي اشوف ابني. عسيه افتحي محمد ابني كمان وبدي اشوفه. انت بتعرف بشو غلطت بس انت ما بدك تقول لما تنفضح. شو هو غلطي؟ بشو غلطت مشان الله؟ اذا بعرف غلطي لشو واقف هالوقفه كلها؟ فكر شوي بتتذكر. ما تذكرت. عسيه لك عسيه حاجه تصرخ. الولد صار لازم ينام. وطي صوتك مجنون. نام ماما يلا نام. يا رب دخيلك صبرني. طيب مو قبل شوي غنيت لك عسيه؟ شو بدك يعني اعمل لك لسه؟ قال غنيت لك ايه شو يعني؟ غنيه قديمه ومو حلوه، شو هالانجاز؟ ايه ينام الحلو يا عيني وان شاء الله ما يشبه ابوه يا عيني. بصير خير عسيه. وان شاء الله ما يشبه ابوه يا عيني. ايه وبدك تعلمي الولد على ابوه فوقه؟ ايه اللي عم قوله مزح. انا بعرف مين اللي بتقدر عليكي وبتقنعك. يلا نفس ردي على موبايلك مشان الله كتير محتاجك. تفضل اهلين. الو نفس ليلي انت بالبيت شي؟ مصطفى انا امك مو نفس. تليفونها موجود هون بس هي مو بالبيت. هاي انت؟ ليش تركي موبايلها؟ شو في يا ترى؟ الحمد لله على السلامة يا خانم. انت تعرضتي لدوخة بسيطة بس بتوقع هلأ منيحة صح؟ الحمد لله منيحة. طاهر بيك مثل العادة اجى لعندي وكتير خايف. لأني ولا مرة شفت حامل بتدوخ بهالطريقة هي. هو الحمل رح يكون صعب على حضرتك. فهمينا شو القصة خير؟ في شي دكتورة؟ ايه في بس كمان ما له شي خطير. احكي شوفي. أنا شاكة بعدم توافق زمر الدم. أنتوا قلتوا لي إنه عندكم ولد. زمرة دمه شو هي؟ زمرة دمه أو إيجابي. مثل ما توقعت، في عدم توافق. الحالة اسمها داء ريسوس. لما زمرة دم الأم تكون سلبية والجنين إيجابية بتظهر هاي الحالة. خلايا دم الجنين لما تكون زمرته إيجابية تتدخل الدورة الدموية للأم أثناء الحمل، تعمل تنبيه للنظام المناعي عند الأم، ووقتها بينتج أجسام مضادة لهي الخلايا، وهالأجسام المضادة بتفوت على خلايا دم الجنين وبتجزئها. بس حالياً فينا نكتشف المرض من بدايته. ولكون صريحة، بعد ولادتك لابنك الأولاني كان هالمرض بينحل بإبرة. ايه وشو لازم نعمل هلأ؟ رح تكوني تحت المراقبة، وطبعاً في حلول كتيرة. أنا حكيت لك لأنه لازم تعرفي، وثقوا فيني ما في شي بيخوف. طيب شكراً كتير إليك. طمنيني حاسة حالك أحسن؟ أحسن. ممتاز، روحي على بيتك وارتاحي، طمني كل شي رح يكون منيح. شكراً لإلك. هلأ هذا الموضوع؟ لو سمحت طاهر بيك روق شوي، انت هيك عم تخوف نفس خانة وهالشي ما بينا سبب الحمل. طاهر يلا خلينا نقوم نروح. شكرا مرة تانية. عفوا والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. أهلين طاهر. طاهر لا تخاف لهالدرجة، اطلع أنا منيحة. طاهر نفس قلبي ماله مرتاح أبدا، دختي ووقعتي على الأرض برأيك بسيط الموضوع؟ سمعت كلام الدكتورة وأصلا أنا بعرف السبب. شو بتعرفي؟ عم أصفن بكل شي صار.
هي نتيجة اللي عشته من قبل. بالماضي كنت خاف يصير لي شي وقول بيني وبين حالي نفس، مو من حقك تمرضي وتتعبي بنوم. إذا شي يوم صار لك شي أو إذا مرضتي شو رح يصير لابنك؟ بس إحساسي هلأ مو مثل أول، حتى جسمي عم يقلي أنت كتير تعبتي لليوم. إذا وقعتي نفس في رجال ما بيتركك، إذا وقعتي شي مرة ولا يهمك، ابنك مو لحاله، أبوه معه. إذا جسمك مرض معلش حقه يمرض بعد كل هالتعب. طبعاً خليتني أقول هالحكي بهالطريقة وراحت هيك كل قيمته. ألو نعم. يا ابني لازم شوفك ضروري. تمام، كم ساعة وبيجي؟ أنت بالبيت مو؟ إيه بالبيت. طاهر خلص، تصرفاتك رح تخليني امرض عن جد، لا تخليني اشتكي عليك. لمين حتشتكي؟ لمصطفى وآسية وامك وللكل، حتى ليت. هاد مصطفى اكيد. هات ما تحكي انت وعم تسوق، انا برد عليه. الو ولك دب، وين مختفي انت؟ نفس معك. ها اخيرا لقيتك. ليكي عم دور عليكي واتصلت بطاهر مشان اساله عنك. ممتاز، مشان الله بدي اياكي تساعديني نفس، ببوس ايدك. شو الموضوع؟ الموضوع وينك انت هلا؟ ليكي انا راجع على البيت. طاهر وينه؟ راجعين على البيت. ليكو هون. ايه دخيل قلبكم انت وياه، يلا بسرعه رح شوفكم بالبيت. لكان اللي في مشكله والله خوفتني. شو صاير؟ شو في؟ لا نفس ما في شيء بخوف، اطمني. خلص بحكي لكم بس نجتمع بالبيت. يلا. قال لنوصل بخبرنا وسكر. خير إن شاء الله. أنت منيحة ما هيك؟ طاهر رح تجنني حاجة بقى. شبكي بس سألت لأطمن. أنا ومعك ما بيصير لي شي، كون مطمن. نفس وينك؟ وينكن انتو؟ عمي اجوا نفس وطاهر شي؟ ما اجوا لسه؟ وعليكم السلام بالاول. صح. بعتذر ما تواخذني يا عمي. ما فتحت الباب لسه؟ قلت لها انا بشو غلطت؟ جاوبتني انت بتعرف، يعني لو بعرف شو غلطي معقول ضل واقف وعم بسألها؟ ايه؟ يعني ما اجوا لسه؟ يا الله، حسبي الله. طاهر، ها؟ قصة الدكتور والمشفى بلا ما نحكيها لحدا ماشي؟ ليش؟ بكفيني عندي واحد مرعوب، فبلا ما نخلي كل أهلك يرتعبوا. سمعت الدكتورة شو قالت، كل شي طبيعي وما في داعي نخاف. وانت كمان طول بالك شوي. ماشي. وصلوا أخيرا. نفس مشان الله محتاج مساعدتك، مشكلتي بتنحل بس على إيدك. خير شو في؟ آسية ما بعرف شو اللي صاير لها، لهلا أنا مالي فهمان. يعني ليلي شو رأيك؟ بيصير هيك تضب غراضة وتيابة وتروح وتاخد ابني معها؟ هي حردانة ببيت عمي. مشان الله أحكي معها، فهميلي منها شو المشكلة، خليني أفهم شو اللي صاير. هدول الأغراض من وين؟ أمي خلص هلأ مو وقتك، روحي عم نحكي بموضوع مهم نحنا. استغفر الله منك.
لازم تطول بالك شوي، كأني بهالفترة صايرة عم قول طول بالك زيادة عن اللزوم. قلتي له هالحكي وشو اللي تغير؟ كأنك حكيتي معه لتريحي قلبك، بركي بيشيل عنك شوي. ما بعرف أمي، هيك طلع الحكي، ما بعرف كيف قلته. اسمه الأمل الأخير. مع أنك بتعرفي الحقيقة بس تأملتي يحكي، بركي بتصير معجزة وبيمشي الحال. فقلتي له هالحكي على أمل يصير شي؟ ما رح يصير شي أمي، وأنا مو ناطرة منه أي شي أصلاً. قلتلك بلا ما حس طلع الحكي كله، بس مع هيك قراري ما رح يتغير. شو هو القرار؟ هذا الشاب يلي حكى عنه أبي. مرجانة صرتي صبية ومحترمتك، لا تخليني أضربك مثل الصغار. أنا ما عاد بدي شيء أبدا، كل شيء كنت أتمناه ما تحقق، فما عاد بدي أتمنى، رح أرضى بالمكتوب. أي أنا بعرف من شو زعلانة. منيح، معناتها خبريني لكانوا فهميني شو لصة. ماما؟ حبيبي أنا وبلم رحنا على الحديقة مع تيتا. أي كتير حلو حبيبي، أكيد انبسطتوا. ما أنت ليش ما رحتي معنا؟ خلص بروح معكن بوقت تاني. وين بلم؟ فوق بغرفتها. أي منيح، طيب اطلع لعندها لعبوا مع بعض. أي يلا حبيبي. هي بلشت زعل من وقت ما سافرتوا على اسطنبول. ها والله كنت متوقع هالشي. طيب ليش؟ لأنه كل واحد فينا قاعد بغرفة. شو المشكلة؟ ليش نقعد مثل العساكر فوق بعضنا؟ ما بدنا نرتاح؟ ولك أنا بشخر طول الليل، يعني شو ذنبه هالمعتر؟ مو هذا السبب الوحيد مصطفى. طيب إذا مو هذا السبب فهميني شو صاير معه. ما بقدر قلك، بس أنا فيني خليها هي تحكي لك. نفس، اعملي اللي بدك اياه، ما عندي مشكلة، المهم تنحل. ما بيكفي عملتني مسخرة قدام الباب؟ عادي شبك، أم ولادك الاثنين خليها تتدلل عليك، شو المشكلة؟ طيب تتدلل، تتدلل قد ما بدها بس ببيتها. معقول بعد هالعمر وبعد عشرتنا سوا تاخذ الولد وتضب أغراضها وتروح على بيت عمي؟ اي والله مو حلوة، عن جد عيب. ألو. نعم طاهر، وينك أنت؟ أمتى جاي بالضبط؟ بعد شوي جاي. شوفي أنا مشوش من وقت آخر قصة، وعملت شوية بحث وعرفت شغلات مهمة كتير. تعا ناطرك. طيب ماشي جاية، ما بطول. شو لوين رايحة؟ لشوف آسية. وإنت؟ في عندي شغل. أي تمام، لكن منحكي أنا وياك. يلا عمي يلا نفس. شوفوا هالوضع اللي حطتنا فيه آسية، معقول تعمل هيك فينا؟ بسيطة ولا يهمك عمي. طاهر الجماعة هلا بالشركة، سبقني لهنيك انت وشوف لي الوضع من عندك. ايه ما يهمك اخي. طيب سلام. لوين بدك تروح بابا؟ في عندي شغل بس ما رح طول حبيبي. شوف شو معي. مين عطاك اياها؟ لما كنا بالجنينة يا عمو فكرة عطاني إياها، عطى بلم كمان. تيتا سنية سمحت لنا وأخذناهن أنا وبلم. تضايقت مني؟ معقولة؟ أكيد ما تضايقت منك حبيبي. يلا ابني فوت لعند تيتا لجوا. يلا لو سمحت يا ابني وصلني على الجامع بعد إذنك. هالقصة هاي خلتني التهي كتير. ايه معك حق، التهيت كتير. انت مستعجل على الجامع؟ يعني ما فينا نضل شوي؟ بركي طلعوا هلأ عمي. مصطفى هيك قصة مبيني انها ما رح تنحل فورا. بنتي وانا بعرفها.
وما بيصير تترك شغلك. تكل على الله وبعدين نفسه. النسوان بيقدروا يفهموا على بعض. الظاهر انت ما عم تفهمها. ايوه هيك لكان ما عم بفهمها. اي استيعابي بطيء. ولك يا عمي في رجال بهالدنيا بيقدر يفهم على مرأة بشان الله. اي والله مزبوط. يلا ابني خلينا نروح رح اتخى. تمام. فتحت البرداية رح شوفها عمي وارجع لك ما بطول. ابني خلينا نروح بقى ما رح تحكي معك هلا. يلا خلصنا امشي. شو هالزلمة هاد؟ جابك لهون مشان تحلي له المشكلة وهو حمل حاله ومشي؟ آسيا ما تقولي هيك. ايه ها ليكو راح وما سأل. ما بيكفي خليتيه يوقف قدام الباب ويغني لك كمان؟ ايه بس ما طلبت منه يغني، لحاله غنالي. وبعدين اصلا صوته كتير بشع. انتي عم تدلعي كأنه. لا شو عم بدلع؟ أنا سألته ليش غيرت رمز الموبايل وما فهم علي. مدري قصدًا ما فهم ما بحطه بزمتي. يا آسية مشان رمز موبايل بتعملي كل هاد؟ بعدين مصطفى مستحيل يعمل هيك، أصلًا مو شايف مرة غيرك بالدنيا. أي وإذا؟ مانو رجال بالأخير مثلًا؟ ثانية خانم شو بتقلنا؟ قال يا مأمنة بالرجال مثل المي بالغربال حبيبتي. آسية والله عم تظلميه ما بيجوز. لا أنا ما عم بظلمه ولا شي، شبك هو اللي غلط معي. شو بدك تساوي؟ حتضلي هون يعني؟ وبلم شو مشانها؟ بجيبها لعندي. آسيا بلا غلاظة لا تحكي هيك. وأنا إيه خلص لا تضغطي علي أنت التانية. دخيلك يا الله مو مشكلة، خليه يحس شوي ما بيأثر مشان ما يضل يفكر إني جبت له ولدين فما عاد فيني أعيش بلا وتعلقت حياتي فيه. لازم يفهم إني ممكن روح بأي لحظة. اسمعيني منيح وأنت افتحي عيونك. شو دخلني أنا؟ قال شو دخلك؟ قال لا دخلك، هالرجال ما بيتأمن لهم ولازم تديري بالك خاصة بعد ما نجيب لهم ولد. شو بصير بعد ما نجيب لهم ولد؟ شو رأيك أنت؟ بيروح الحكي الحلو والغزل وشو بيجي بعدين؟ شو بيجي؟ بتصيري أم الأولاد بلحظة واحدة، فجأة بتبطلي تكوني الحبيبة وبتصيري بس أم أولاده. ما اختلفنا الأمومة شغلة عظيمة، بس أقول الرجال ما بتقدر تجمع بين هدول الحالتين. مثل ما قلت لك بتصيري أم أولاده ومو أكتر، ما بتضلي حبيبته. والبوسة لما بتكوني أم أولاده بوسة عادية، يعني مو البوسة تبع زمان، ما أنا مثل بوسة الحب القديمة الحلوة اللي بتطير العقل، ناشفة وكتير عادية بتحسي كأنه مغصوب، يعني لازم بوسها هي أم أولادي. وشو بصير بعدين؟ ما بعرف. بغيروا رمز الموبايل، يعني عم تتغير نواياهن، لهيك لازم نفهمهم إنه ما رح نقبل. عن جد؟ طبعاً. شو الخطوة التانية؟ شو قصدك؟ انتي لازم تبلشي المعركة، بدك تضربيه ضربة وقت تشوفيه مستعجل رايح على شي مكان، لازم تفركشيه فورا وبتخليه يوقع على الأرض ويلزق فيها، بينوجع شوي وبينسى. شو منعمل بعدين؟ شو منعمل؟ قولي وقعت يا روحي وبتقربي منه وبتصير تطبطبي عليه. صدقيني سهل كتير إنه تضحكي على الزلمة. اي والله إذا هيك أنا معك. طبعا، يعني من الوقت للتاني خليه يتذكر إنك بتفهمي حركاته، إذا بالحرد احردي وحتى لو بالضرب. ليكي نفس، الرجال ما بيفهموا غير هيك، المفروض ترصيهم. إيه الحق معك. هلأ فيدات بالفيديو هداك مو قال انه هو مريض؟ وقال هالمرض ما بيأثر على الرجال بيكون نائل بس؟ مبلا. أنا عملت بحث واسع بهالوراق، في كل شيء عن فيدات واللي بيخص حالته الصحية. وشو مكتوب بهالوراق؟ أنت بتعرف فيدات منيح، بتعرفه أكتر مني وبتعرف شخصيته كمان. فيدات كان شخص بيحب حاله كتير، ولو في عنده هيك حالة مرضية برأيك ما كان راح لعند دكتور لحتى يتعالج؟ بلا بيروح، كان قضاها علاج وأدوية، مو المفروض كان يعمل هيك؟ بس اللي اكتشفته إنه فيدات ما كان معه هيك مرض أبداً. قصدك تقول هو ما كان مريض؟
هاد مو حكي أنا، هيك بيّن، هذا الواقع. لنفترض نفس مو هاممته حالتها، وهالحكي مستحيل. صح هو مجنون بس كان يحبها كتير، بس لنفترض إنه ما كان همه يعالجها، على القليلة كان تعالج هو من هذا المرض. وكيف وصلت لهي المعلومات؟ من سجلات الضمان الاجتماعي، والشباب راحوا لعند الدكتور الشخصي وأخذوا منه كل المعلومات وصاروا عندك. أنت برأيك عم يكذب؟ برأيي لازم تنبسط مع مرتك وابنك. سؤال، سمعان شي بقصة النبوءة اللي تحققت وما لها موجودة؟ لا مو سمعانة. هاد كان في رجال وكان بيأمن بالنبوءات والسحر، وراح مرة لعند بصارة، قالت له البصارة بعد 3 شهور رح تكون ميت، وهالرجال صدق كلامه وآمن فيه لدرجة إنه مات بعد 3 شهور فعلا. وهيك نبوءة البصارة تحققت مع إنها ما أنا مزبوطة. يعني قول لولد ما فيك تسوق هاي البسكليتة، وضل عدلو ياها للجملة رح تلاقي الولد ما عاد قرب على البسكليتة أبدا مرة تانية. برأيي هذا اللي عمله فيدات، وما حدا بيعرف اللي جاي. اسمعني، بتعرف هلأ شو لازم تعمل؟ برأيي انساها لهالقصة وارتاح. انت بتكون مبسوط ونفس تنبسط وحفيدي رح ينبسط. كنا بالمشفى لما دقيت لي، نفس فقدت وعيها، فتت على البيت ولقيتها واقعة، قمت أخذتها بسرعة. دكتورتها قالت ما في مشكلة، قصص بالدم بس طبيعية، بس كمان قالت للحمل تبعك رح يكون صعب. إذا مو عاجبتك خدها لعند غير دكتورة، وقلت لك أنا جاهز لحتى ساعدك. ما بدي ضايق نفس لأنه بلشت تنزعج، بلشت ترتعب على قد مو شايفتني خايف. هي برأيها أني كتير متوهم. ما بتعرف، احتمال تكون هيك. ثواني بس. أيوة مصطفى. طاهر وينك لهلا ما اجيت؟ المفروض انك تكون وصلت قبلي. شوي وجاي. شو صار بقصتك؟ بصراحة وضع آسية مو عاجبني أبدا. تعال لهون ومنحكي على رواق. طيب ماشي. رح خليهم معي. ايه خليهم معك. شو خير مصطفى؟ شو اللي صاير مع آسية؟ قسما بالله ما بعرف يا كمال. آسية هلا عم تعمل لي حركات جديدة بعد كل هالعمر. مالي عارفان شو بدي أعمل، ما في غير الله يصبرني. آمين. بس أنا هيك ما فهمت عليك، بالله احكي لي القصة. شو بدي أحكي لك؟ لو أنا فهمان كنت حكيت لك، بس أنا مالي فهمان. تعرفوا شباب؟ هيك أحسن شيء. أنتوا خلصتوا من مصيبة وكارثة حقيقية كنتوا رح تعلقوا فيها طول العمر. عن جد عيشوا حياتكم عزابية، وين المشكلة يعني؟ هلا العزابي مو عايش سلطان زمانه كمان؟ معروفة السلطان مثلا ما بيغسل أوعي، إذا في غسالة لشو المرأة تغسلكن أوعيكن وما بتنق؟ لا أخي، الواحد بتجوز مشان تغسل له أوعي المرأة. شو الفزلك يا هي، كمل لقلك. يلا كمل، سمعني مواعظك. ولك إذا أنا مالي فهمان من لك أنت هالخبرة هي؟ شو صاير خبير؟ مرت أخي تركته وحبتت. إذا سلختك كف وقلبت لك راسك شو بيصير لك؟ طول بالك شوي. ليش؟ نحن ما عاد بدنا هالقصص كلها. هيك لكان ما عاد فكرتوا بالزواج هلا؟ ايه هيك، أنا حكيت معهم بالسيرة، كنا بنص البحر وعم نقطع وقت. يعني هوا البحر ريحهم حتى قرروا هالقرار؟ ايه. يا ريتني لو رحت معكم كمان، أنا عيرت المنبه بالليل. ايه؟ رنوا ما فقت عليه. يعني انتو هلأ تبتوا وخلاص؟ ايه تبنا اخي، هنصير لقيت رزقنا كل يوم وفهمك كفاية. هيك لك، بدك تطير وتنقض على فريستك. لا مستحيل. ليش بقى؟ لاني بحب الارض.
بلشت؟ ايه والله، بعد ما شفنا مصطفى كليلي على سنه رمح واللي صار فيه. ايه فهمت عليك هلا. كمال انت سمعت شو قالوا؟ هذا اسمه استفزاز. شكلي رح نحكم 3 سنين، بس كمان انت سمعت ورح تشهد، لاني رح خلي مخه لهالتافه يطلع من عيونه هلا. بعد كمان اهدى شوي مصطفى، ما بدك الهلاد. بدك يعني اهدى ما هيك؟ وهدول لك شوف لي هالتافين، لك انت تصير حاجه تضحك. خلص والله بدفنكم بارضكم. نلعو انت وياه، يلا نلعو. طول بالك مصطفى، خلصنا. اهدى واحكي لي شو اللي صاير معك. رح تكوني تحت المراقبه، وطبعا في حلول كثيره. انا حكيت لك لانه لازم تعرفي، وثقوا فيني ما في شي بيخوف. بهالوراق في كل شي عن فيداتو اللي بخص حالته الصحيه، ولو في عنده هيك حاله مرضيه برايك ما كان راح لعند دكتور لحتى يتعالج؟ تعرف انه الوسوسه هي وسيله الشيطان لحتى يقدر يدخل على قلبه للمؤمن؟ ايه بيدخل وبيقعد وبيصير يكرهك بحياتك. اصحك تسمح له يعملها، انت رح تتوكل على ربك وهو اللي بيحلها مثل ما خلق هالكون. ما لازم نخلي رجالنا يلقطوا نفسهم، فهمتي علي؟ واصحك تقولي ان رجالي منيح وما شفت شي منه. لازم نضغط عليهم قبل ما يغلطوا، ما منستفيد إذا ضغطنا بعد ما يغلطوا. إيه آسية اللي عم تقولي صح، بس كمان يعني طاهر هو بيضغط علي لما أعمل حالي قوية. مثلاً أنا دخت اليوم. كيف يعني؟ آسية دخت ووقعت على الأرض. عن جد عم تحكي؟ وهلأ لحتى خبرتيني شو صار لك؟ عادي مو شي خطير، يعني كانت تصير أكتر بالأول، هلأ كتير أحسن الوضع. بعد ما رجعت من عند مرجانة غبشوا عيوني ووقعت بأرض البيت، فتحت عيوني لقيت الدكتور واقف فوق راسي وأنا بالمشفى. ليكون في شي خطير نفس؟ ما تخافي، ما صدقت خلصت من خوف طاهر. خلينا نرجع لموضوعنا. أنا اللي عندي قلت لك يا، بس ماني ضمناني قلبك بنوب. لا أكيد أنا معك، بس ليكي أنا برأيي طول ما أنتي حردانة هون هو ما عم يشوف. ايه شو عامل؟ يعني انا عم فكر اذا مثلا بترجعي على البيت وبتكملي حرد هنيك مو احسن يا ترى؟ فهمت. حضرة جنابك مستحيل تنامي بلا طاهر ومفكرتيني مثلك، غلطانة كتير. لا ماني هيك بنوب. ايه وعلى اساس انت اللي فيك تنامي بلا مصطفى يعني؟ شوفي يا بنوب، مستحيل تقدري. بقدر ورح تشوفي ورح نام مثل الصغار وأنا مبسوطة. مو مصدقتك. بقدر نام. مستحيل تقدري. بالعند والجكر رح نام. عنيدة وعنادة بيخوف، إذا قالت لا ما بتتراجع أبداً. لك والله ما بتقدر تفهم عن النسوان. بتقلها فهميني شو اللي مزعلك؟ بتقلك بتعرف شو مزعلني. لك إذا بعرف ليش لا أسألها؟ من سابع المستحيلات تفهم على المرأة مصطفى. شوف حماتي أنا فوق 60 ولساتها. استغفر الله العظيم. إيه شو بدك تعمل كمال؟ والله أسية ما في منا بكل الدنيا، أنت الحق عليك أخي. إيوه طلع الحق علي أنا؟ ليش رحتوا على اسطنبول أول شيء؟ بعدين ليش نمتوا كل واحد بغرفة؟ خلصوا كل همومنا ومشاكلنا وما ضل غير هالقصة. ليكوا بشو عم تفكر؟ وكأني أنا فاضي لحتى أقعد خون. هالقصص تبعكم ما رح تخلص أبداً. أنا رح روح بالإذن. إذنك معك أخي كمال، ولا يهمك، لا تواخذني وجعت لك راسك. لا تقول هيك مصطفى، كلياتنا عنا نفس المشاكل، بس عن جد الله يخلي لنا إياهن، هنن كل شيء. إيه هذا الحكي مزبوط. الله معك قبطان. بأمان الله كمال. طاهر بدي أسألك كيف نفس؟ إن شاء الله كل أموره وصحتها بخير، طمني. غالباً فيدات عم يكذب علينا. يا شفت؟ ما قلت لك أنا؟ مصطفى. نعم. أنا ونفس من وين كنا جايين؟ من المشفى. نفس فقدت وعيها، فتت على البيت ولقيتها على الأرض. وليش ما حكيت لي من قبل؟ نفس طلبت ما أحكي، وأنا لما الدكتورة طمنتنا ما حبيت ضايقها. وأصلاً ما بعرف إذا عامل شي منيحني ما خبرت عن السي دي لهلأ، جد ما بعرف. إذا بتروح وبتقلها هيك فجأة رح ترعبها، وليكك هلأ قلت إنه عم يكذب. يبدو هيك. فكرة عطاني وراق بعد ما عمل بحث كامل، وكمان بيطمنوا. شو هالوراق؟
كرمال خاطرك رجعت على البيت، والا ما برجع والله. ايه شكرا لك، بس عن جد ما انا مستاهله. عملت مثل ما بدك ورح تعملي كل اللي قلته. الشبكه خلص مو وعدتك؟ وعدتيني بس اصحك ترتخي قدامه. وعد فهمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. افتحي الباب. ها شفت كيف؟ شو بدك لسه؟ هاي في عندك دليل واثباتات، معناتها الامور كلها بخير. العمى قديش واطي هالانسان، ما؟ عرفان حاله احتمال يموت، لهيك عمل خطة وسخة مثله. تافه. قولي نفس شوفي. طاهر بتقله لمصطفى آسية رجعت على البيت. رح خبره. طيب انت شو عملت؟ ولا شي، هلا بالشغل شوي وراجع. تمام. طاهر كمان قله لمصطفى ما خلصنا، لسه مصرة على الحرد، يحاول يهدي معه. ما يهمك، انا هلا بفهمه. ماشي. ايه شو قالت لك؟ نفس. بعرف انه نفس، قلي شو قالت لك؟ رجعت على البيت وآسية رجعت معه. يا عيني شايف شلون؟ قلتلكن نفس بترجع على آسية، والله انك محظوظ بمرتك. بس لا تنبسط كتير لانه لساتها حرداني وما خلص الموضوع. اه ايه شو بدي ساوي؟ هي تكون موجودة بالبيت هلا ورح اضطر اتحمل. قلك شغلة؟ ليك شايف حالة اخوك، انت لساتك باول الطريق طاهر، لازم تنتبه، دير بالك على حالك. اوه ما شاء الله آسية خانم، برافو، شو هالعملة اللي عملتيها؟ ابنك لساته قد الكف، معقول هيك تاخذيه وتروحي؟ اهلا وسهلا حماتي، شو هالاستقبال؟ انت شو قصتك؟ ليكي وكمان حماتي ما بتعرف بالموضوع. لا مو هيك عرفانة، مرت عمي طولي بالك مشاني. ايه طيب ماشي، خلص سكتت، اعتبريني ما حكيت. مرت عمك؟ يا عيني بلاقيكي تغيرتي، كأنه حركاتك وتصرفاتك انقلبوا 360 درجة، عفوا 180 درجة، صرت أعرف الفرق بيناتهم، ما تفكريني جاهلة. آسية بوس إيدك، لا تكبري القصة، هدي شوي. طيب احردي بس ما تزوديها كمان، صار لي ساعة ساكتة وما بدي أقولها. معقولة تعملي كل هالمشكلة لأنه غير رمز الموبايل؟ ايه كل الحكي الحلو اللي قلتيه كرمال تخليني ارجع على البيت، شو صار لك؟ خلص انا معك آسية وبعدك، شو وين راح كل هالحكي؟ كلياته تغير هلا، وبينتي مع مين انتي، مرت عمي مرت عمي، عرفتك مع مين هلا، صرتي مع سنية خانم ضدي. زعلتي مني كمان معقولة؟ انا كثير بعتذر منك، بعتذر منك نفس، خلص كل الحق علي، انا الغلطانة انا. آسية طاهر، هلا هيك الشيء اللي عم بعمله صح ما هيك؟ طبعا طيب خاطرة لمرتك هذا المهم. يعني عم بتصرف صح؟ ايه كتير صح، هلا سايرة وراضية. ماشي دايلي. يلا يلا. ايه ها وصلوا. آسية اهدي، صرتي مرة بهالعمر وعندك ولدين ولسه بتعملي حركات مولدنة. مرت عمي اذا بتريدي روقي عليها. شو اتفقنا؟ لازم خبيها. مساء الخير، كيفكن يا جماعة؟ يا مساء النور، أهلين وسهلين طاهر. مساء الخير، كيفكن يا جماعة؟ فرديها بقى. لك شو في داعي لهالحركات المولدنة أنت ومرتك؟ أمي كيفك مرت أخي؟ منيحة كتير يا حبيب قلبي، قلي أنت شلونك؟ والله أنا منيح بشوفتكن. إن شاء الله منيح عطول. تسلمي، إن شاء الله جميعاً. كلياتنا مناح ومبسوطين كتير. يلا لك خلص شبك. آسية جبت لك هدول الوردات. ايه وانا شو بدي اعمل فيهم مثلا؟ بعمل فيهم مربى الورد للولاد؟ يا عيب الشوم عليك، ولك مو مستحي على شيبتك. امي رح اقتل حالي، والله رح اقتل حالي واخلص. اخي اهدى شوي روق. بستأذن يا جماعة، طالع شوف ولادي، لأني أنا أم، أنا أم. أنا غريبة بدها تشوف ولادها من وين لوين؟ اتركي علي. لا تعصب، رح حكي، اتفقنا؟ طاهر اللي شو بدي أعمل بهالوردات؟ أول شيء اهدى شوي،
تعملون مربى، تعال عود لقلك، عود وهدي حالك أخي. اهدى مربى لكان، هي بسيطة، غير الله ما بيفهم عن النسوان. آسيا نحن شو حكينا اليوم؟ اي بعرف اتفقنا، بس لما شفته قدامي عصبت وما قدرت اني امسك حالي. بس عن جد كبرتي الموضوع، شبك لك حتى انا زعلتي مني. بس انا ما حكيت معك شي بنوب، وعملت اللي قلتي كله، بس بده يدفع ثمن غرفة الاوتيل ورمز الموبايل. اي رح يدفع الثمن. اي يدفعه لك، مو لتعطيه فرصة بالاول. شو الوضع؟ والله مبين يا أخي الوضع ما بيبشر بالخير أبداً. يا عيب الشوم، قلت لك ما بيصير تعطيها وش لمرتك لأنه بتركب على ظهرك، بس ما رديت أنت حر. يا الله أمي، مشان الله سكتي، سكري على السيرة. رجعنا مثل الأول، أمي سكتي رح أسكت. خلصنا بقى، يلا آسيا عدي هون. أنا رح ساعد مرت عمي. ييت بلم، تعالوا السفرة جاهزة. يلا ماما. ها هي وصل علي. يلا خلينا نروح نشوف هالمجانين شو عاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك خير؟ شو اللي صاير؟ والله ما بعرف، أنا دريت من عمو عثمان. مساكين نحن. ابني الله يرضى عليك، امشي بلا ما نتلبك فيك أنت كمان. مسكين لأني نسيان. تذكرت شيخي، لازم ناخذ حلو بطريقنا لأنه أنا نسيت الموضوع. يعني منخلي الجو يحلى، مصطفى أكيد غلطان. علي يلا امشي. تمام فورا حامشي، أنت بتأمري. عذبناك. استغفر الله. يلا قول الله وامشي، خلصنا. نظ مرجاني وينها؟ أكلت لقمتين بعد الظهر، قال مو جوعاني. جميل. ما كنت عم تحكي جد بقصة الخطبة ما هيك؟ لكن عم أمزح، ما بينمزح بيك موضوع. الله يوفقك، لا تعملها جميل. مين هو الشاب من بيت مين؟ لهلأ ما عرفنا عنه شي. حكيت مع أبوه، الشاب عنده شغل برا، أسبوع أو أسبوعين بالكتير وراح يكون إجا لهون. هن راح يجوا لعنا بيشربوا القهوة ومنحكي، وهن بيشوفوا بعضهم، إذا صار خير بتتم الخطبة. شو هذا اللي عم بتقوله كأنه عقلك مو معك؟ لك شو صاير لك؟ شو شايفتيني مجنون؟ جميل طيب كان فينا. خلصنا بقى توشان يا الله. ولك حتى بالأكل ما عم اتهنى، استغفر الله العظيم. بابا فيني أكل لحالي؟ يا بنتي عم طعميكي، شو المشكلة؟ ضايقتك يعني هلأ؟ افتحي تمك، حبيبة قلبه لبابا انتي. يا روحي أنا. شايف شو عم يصير فاتح؟ أخونا فايت بالمباراة صح؟ ايه منتبه للعبه. شو أمي وينها؟ عم تصلي وقال هي مالها جوعانة. يلا شبك ولك شو حكينا؟ فاتح انت ومراد خير؟ شو في اخي؟ بظن امي خبرتكم انتو اثنين عن ايجول وسونجول. شو صار؟ ليش فتحت لها القصة هلا؟ استنى لخلص حكي ولك العمى.
طبعاً القصص اللي مثل هاي كلياتها أسمة ونصيب، صح عمي؟ لوين بدك توصل بعد هالمقدمة؟ إن شاء الله يكون في شي خير مصطفى. طول بالك علي عمي، لسه ما بلشت. الشي اللي بدي أحكي فيه هلأ إنه الزواج هو أهم شي بهالحياة. يعني أي رجال مكانته عند مرته ما في أهم منه وعند كل عيلته. هاي هي الحياة الثابتة. وراك الرجل. إيه، وشو بيقولوا؟ كل رجل عظيم في وراه مرة عظيمة. طبعاً أنا قلت لكم هذا الحكي اليوم ونحن بالشغل، مو صح؟ مو هذا اللي صار؟ بدأت الآن تشتعل المدرجات. الفوز إلنا، الفوز إلنا، جيناكم اليوم. مصطفى رح يلعب اليوم وشوفوا كيف رح يفوز. إيه طبعاً، يعني في أحلى من العيلة؟ أوه، هاي المهاجم الثاني. الله بيكرمه للرجال بمرته، مو هيك شيخ عثمان؟ ايه مزبوط حكيك يا ابني. طاهر، مصطفى لوين بده يوصل؟ عم يحاول يصلح الوضع على قد ما بيقدر نفس. وهالوضع هيك بتصلح مثلاً؟ لك طولي بالك، انت شو صار لك؟ نفس؟ لا تسمحي له يلعب بعقلك نفس، تعالي لصفي خليكي معي أحسن لك. طاهر، انت متسلل، ارجع لورا، ارجع، ارجع لورا. اسمعوني منيح يا أولاد، حاجتكم بقى ما بيصير تلفوا وتدوروا بهالقصص. تلميح بيأذيكم، احكوا كل شي بصراحة وما تخبوا شي، هذا التصرف الصح. الشي الخاص بين الرجال ومرته بيحكوا مع بعض، أما إذا بدكم يانا نساعدكم احكوا ورح نسمع. ايه مصطفى، ليش غيرت رمز الموبايل؟ يلا اعترف بسرعة مصطفى، يعني شو اللي لازم ما أعرف فيه أنا يا ترى؟ رمز؟ انت مالك واثقة فيني؟ انت خبيت موبايلي عنك يا مرا. انا واثقة فيك مصطفى، بس مو واثقة من اللي حواليك. شو هالحكي هاد؟ هالحكي بتقولي لابنك مو لجوزك، شو صار لك عسية؟ ليش مين اللي حواليه؟ اي مين هن؟ هو موضوع الرمز فعلا مهم كتير، مثلا عندي 1 2 3 4، تعرفوا اسماء؟ لا والله ما بعرفه. ها؟ مالك عيلا؟ عندي سؤال حضرة المدرب، يبدو انه خف الاستحواذ، شو رأيك انت؟ أنا شايف الاستحواذ كله خف من بعد الأوفسايد، رح تنقلب النتيجة هيك يا ابني. قصدي حاولت من قبل افتح الموضوع وإلا لأسماء. علي مو وقت هالحكي. إيه طيب ماشي، أنا غيرته لرمز موبايلي. طيب سألتيني ليش؟ قلتيني ليش غيرته؟ لمحت وقتها. إيه بس أنت ما جاوبت، كأنه مخبي علي شي شغلة. شبك قاسية، يوميتها أنا كنت معصب وجانن وما عاد تذكرت الرمز، صرت دخله وما كان يفتح الموبايل، دخلته كذا مرة غلط ما قفل، صار يطلب مني كتير شغلات، ضليت حط فيهم لحتى مشي الحال، وبالزور لم فتح معي التليفون، هيك صار، وبعدين طلب مني رمز جديد لدخله، وقتها فكرت وقلت بحط تاريخ يوم زواجنا. والآن مصطفى يقوم بهجمة مرتدة. تاريخ زواجنا هو الرمز الجديد. ايه بعدين قلت لحالي بحط تاريخ عيد ميلاد بالم، ايه بس صار في محمد كمان، ايه اذا حطيت ميلاد محمد في بالم كمان، فقلت احسن شيء يعني يا مصطفى لا تزعل حدا منهم، فقررت خلي الرمز تاريخ يوم زواجنا. ما الذي تفعله يا مصطفى؟ ان هذه الهجمه قويه يا مصطفى، لقد فعلت المستحيل، ارحم الخصم يا مصطفى. مشاهدينا الهجمه ابكتني بصراحه. حطيت تاريخ يوم زواجنا لانه اكيد خايف تنسى. بهاللحظة حكم الراية عم يشير لوجود أوفسايد وهيك الهدف التغى. زميلي شو رأيك؟ هذا التسلل صحيح ولا غلط تحكيمي؟ أنا بشوف يا صديقي أنه التسلل واضح كتير وحتى ما في داعي لإله، بس أنا برأيي أنه المباراة. يا شباب شو رأيكم تقلبوا لنا القناة؟ بنتي حاجي بقى بكفي بلعنات. آسيا شفتي مثل ما قلت لك. إيه كل شوي بدي أحكي بس عم اسكت، بيحفي عنا وحدي عاقلة بالبيت. حبيبتي الله يرضى عليكي ويحميكي، خلص بنتي والله مو مستاهلة القصة. ايه حاجي. ايه خلص سامحتك. لك مصطفى تمك كله زفر، لشو البوسة هلا؟ يا عيني صار لازمنا شاي، صبولنا يلا. ايه يلا استنيني سلفتي جاي ساعدك. وين نفس استني؟ الحمد لله مرقت على خير وسلامة، خلصنا. مبروك اهي. طبعا شو مفكر؟ شفتي شلون طلعتي مكبرة القصة؟ دخيلك وشو هالمشكلة يعني؟ شوفي يا عادي عطول هيك، لازم تجني عليه من فترة للتانية، عملي له هالحركات كل فترة بيرجع الجو حلو، شفتي بعينك. ايه بس طاهر ما بيستاهل. الله يخليكم لبعض، رح يجي يوم وتتعلمي.
إن شاء الله ألف صحة وهنا. أوه تقبل الله سنيخانو. منا ومنكم صالح الأعمال شيخي. إيه. بصراحة سلفتي قاسية الحق معه. حاسس كأنه عجبك التصرف اللي عملته؟ إيه عجبني والله. كنت حاسس بهالشي. شو فيها؟ هذا اسمه خوف على اللي منحبهم. غيرة مو خوف. لا حبيبي انت ما فيك تسميه غيرة لأنه القصة ما لها علاقة بالغيرة. مبلا أنا واثق. ايه وإذا؟ عادي غار، وين المشكلة بالموضوع؟ ايه خلص ليش هيك جنيتي؟ ما بدي أهدي. اعترف إنه عاجبتك القصة. شوي. بس نفس فكرة فتح التليفون مو حلوة. شو كان بدك تعمل مثلا؟ تكذب عليه وما تقول له إنه جربت تفتح تليفونه؟ ما لازم تفتحه من الأساس. هو ايه مزبوط كلامك بس يعني تسمحوا لي فوت؟ ايه حبيبي تعال. شو عم تعملوا؟ ليش ما نمتوا لهلا؟ امك بدها تدرس شوي، تعال ندرسها مع بعض يلا. موافق وانا رح سمع لها. حياة قلبي تعال. تعال لعندي. اوبا يا روحي. عسية؟ خير. يلا اعترفي بسرعة. شوفي هلأ هدول عيوني الكبار الحلوين الزرق اللي مثل البحر ويلي عم يتطلعوا فيكي هلأ أكيد ما كانوا بيهونوا عليكي، مو صح كلامي؟ لك طول بالك مصطفى بيك، عامل مثل القائد يلي ربح شي حرب ورجع هو منتصر، ما بدك كل هالقد يعني. لك شو صار لك؟ ليش ما بدك تحليها؟ غني وغنيت لك، شو بدك لسه؟ ايه طبعاً لأنه أنا لازم روق بغنية ما؟ طيب والرمز عسية؟ الذكرى تبع عيد زواجنا. عسية؟ ليكي، لا الورد ولا حتى الشوك اللي موجود بالورد، ما في أي شيء بيهمني بنوب. أنا قسماً بالله بحبك كتير كتير. إذا أنا برجع بعيش حياتي مرة تانية الشيء اللي حأطلبه نكون مع بعض وما بدي غيره. عن جد عم تحكي؟ إيه والله طبعاً عن جد. أوف أسي أوف. خير مصطفى شبك؟ لك لا وقف استنى، مو حلوة قدام الولد نساوي هيك حركات. ما بدك تنيمي للولد؟ ايه طبعا مصطفى بدي نيمه اكيد. ايه يلا لك. على عيني. اخ كلهم قالوا مراد رح يموت بس انا رح اثبت العكس وبتشوف. روح شايف لك. حورجيهم مين مراد. مراد؟ نعم أخي. شايف لك هي قصص الحب ما بتواتينا. بصراحة يا فاتح بتعرف شو؟ أنا مالي خايف بأنه اتعلق بأي بنت بالعالم بس أنا خايف أنه انقطع من النسوان وضل لوحدي. ولك مراد شو هالحكي الغريب هاد؟ حياتي وقررت عيشها هيك. روح معناتها الله يفتحها بوشك ويوفقك. ايه كتر لي من هدول الدعوات على طول. أما المنطقة المقابلة هي ذات مناخ استوائي وهذا ما يجلب التنوع في المحاصيل الزراعية وبشكل خاص الكرمنتينا والبردقان والجريفون. حلو حلو كملي. الجريفون مو معقول شو طيبة ريحة قشرته والعصير تبعه طيب بارد. منقطعه لقطع رقيقة وإذا كمان منرش رشة سكر صغيرة فوقه طعمته بتطلع بتجنن. شو عم يصير معه؟ يا ويلي ما اطيبه. اشتهيتي الجريفون شكلك. ايه والله ليش الكذب؟ ليش انتو مو مشتهينه كمان؟ بهالوقت هاد؟ شو نام؟ ايه ايه بس لسه في حدا هون ما نام وطار النوم كله من عيونه بقى شو يعمل يا ترى؟
يعدن للخواريف. بيعدن بيعدن ليش لا؟ بس مو بيكون أحلى إذا منعدن سوا؟ شو رأيك؟ إذا طارت النعوسة شو نساوي ساعتها؟ منصيدها ومنرجعها لهون. قربي لأشوف. يلا تعي روقي شوي. في شغلة بدي أقلك ياها. يلا شو بدك تقول؟ مو في شي بدك تقوله؟ لك الله ياخدني إذا متذكر. آها، أبعد الشر عنا. أولي. حسبي الله. أمي تعي تعي. يلا تفضلي فوتي. أنا طاهر، بدنا غريفون. نفس نفس. شو بدك؟ لك طاهر شو عم تخرف عند هالمساء؟ بدنا غريفون. لك هذا جن؟ لا تواخذني مشان الله، بدنا غريفون. شو شايف عندي شجر جوا؟ معقول جاي بدك غريفون؟ شو قصتك؟ لك نفس عم تتوهم شبك، فهمها لك مصطفى. عرفت شو قصتي؟ بدنا غريفون ضروري. هلا منطلع انا وياك والشباب ومندور على اي محل فاتح بهالوقت. مندور على خضرجي مناوب مثلا؟ معلش تحملني. طيب ماشي يلا. ناطرك. يا شباب لازمنا غريفون هلا. لك تقبري قلبي سلفتي الحلوة عم تتوحمي ومشتهية لغريفون ما؟ قلت له يا ريت في، ما لقيته إلا طالع ركض. بس أنتي شلون عرفتي؟ إيه لأنه مصطفى راح مع طاهر، أربعتهم رح يدوروا لحتى ما تطلع بعين الصغير. والله ما كان في داعي. شو هي ما كان في داعي؟ شغلتهم يروحوا ويجيبوا لنا كل اللي بدنا إياه. ليكي إذا ما بدك تنامي مننزل لتحت أنا وياكي، منقعد منستناهم ليرجعوا، لأنه أنا متأكدة رح يفتلوا البلد كله. أوكي. يلا حبيبي البس بيجامتك ونام ماشي؟ يلا. هاي هي المنطقة يا شباب، اسمعوني أنتو. ليكو هالشارع كله رح يكون تحت سيطرتكم من أوله لعند مديرية المنطقة. إيه ماشي فهمنا. طاير، أنت رح تستلم شارع إينونو تبع عصمت. ايه مفهوم اخي. وانا رح انزل على الشط، بدي ادور على شي مطعم فاتح. يلا يا شباب الله يقويكم. يي شو ما رحتوا لسه؟ هلا رح نطلع. خلص بلا هالروحة بالليل. لا ما بصير، ما بترجعوا لتجيبوا غريفون معكم. يلا. ايه يلا يلا. لا تنحك، تحرك قدامي. لك شو هالعجقة اللي عاملينها على الطاولة هدول؟ شو هالخريطة كمان؟ معقول يرجعوا ما يلاقوا غريفون بعد كل هالشي؟ بس هنن ما بيستسلموا أبداً، أنا متأكدة. وين بتحبي تعدي؟ بدك تعدي على هذا الجسر؟ ولا بدك بسوق الجمعة؟ ولا بالساحة أو عند الجيران؟ كله حلو، وين جا عبالك؟ أنا برأيي بالبيت أحسن شي، حجيب الكراسي ونشرب هون. هنن بس يجوا بيرجعون، أنت ارتاحي والحقيني. اللي بيلاقي غريفون بيخبر الباقيين، اتفقنا؟ تمام أخي ولا يهمك. يلا اشربي هالفنجان لشوف. اشربي سخن احسن. حبيبتي ليش هالبكي والدموع؟ شو صار لك فجأة؟
ذكرتيني بحالي وقت كنت حامل ببلم، ضليت ابكي شي ساعة بس لأنه وقعت البكلة تبع شحاطتي. آسية، أنا عندي سبب لأبكي. إيه، وأنا كمان كان عندي سبب لأبكي، عن جد كنت حبة لهديك الشحاطة. أنا هذا حملي الثالث، بس هي أول مرة بتوحم وبحس بهالاهتمام. يعني جوزي وإخواته الثلاثة اهتموا بالموضوع وطلعوا يدوروا على الجريفون كرمالي أنا. يمكن أنتي مو حاسة بإحساسي، بس أنا كتير مبسوطة. حلو هاد الإحساس. يو، شو القصة؟ كأنه الكل فاقوا. شوفي، سمعت حركة وضجة كتير. شو صاير؟ فهموني. حماتي، ولادك أربعتهم طلعوا بهالليل لحتى يدوروا على جريفون. شو؟ قلتي جريفون؟ ايه. وشو خطر على بالهم هلأ يدوروا على جريفون؟ لك، كنتك نفس عم تتوحم شبنا مرت عمي. معناته حامل بصبي. اللي بتتوحم على حامض بتجيب صبي، واللي بتتوحم على حلو بتجيب بنت. ان شاء الله خير. طاهر عم يتصل. الو، ايه اخي فاتح، شو صار معكم؟ لقيتوا جريفون؟ لا اخي، لسه عم ندور والله. ايه طيب ماشي. ها، هاي محل هنيك. وينه؟ ورجيني. لا بعرفه، هذا ما عنده جريفون. ليك مراد، نحن لازم ننهي هاي العملية بنجاح، عم تفهم علي ولا لا؟ اكيد، ولا يهمك. اخي مصطفى، اتصال. اخي مصطفى، هذا الرقم غير موجود في الدليل. كيف يعني مو موجود بالدليل؟ وهذا الاسم غير موجود ايضا، اعتذر. مصطفى اخي، اتصال. مصطفى اخي، هذا الرقم غير موجود في الدليل. انت ما في فايده منك. اعتذر، هذا الاسم غير موجود ايضا. الو طاهر، طمني، لقيت جريفون؟ لا والله اخي، لسه عم دور ما لقيت. طيب ماشي تمام. يا الله شي بجنن. طاهر؟ ألو؟ طاهر شوفي؟ ألو؟ أنت عم تسمعني؟ حبيبة قلبي، يلا طلعي نامي. ليكي كيف قاعدة وعم تغمضي عيونك؟ قومي. رح أنطرهم ليرجعوا، ما رح نام. إهنن ما رح يرجعوا ليجيبوا جريفون، والله بيعلم إمتى رح يرجعوا على البيت. أنتي قومي نامي هلأ، وأول ما يوصلوا أنا دغري بجيب فايقك. طلعي يلا. طيب. يا شباب، حدا فيكن يروح يجيب لي شي عصايتين بسرعة؟ ليش؟ بشو رح يفيدونا؟ طاهر شو هالسؤال هاد؟ منوقعهم على الأرض وبعدين منصير نسحبهم بالعصايات لعنا سهلة.
بس نحن هيك منكون عم نسرق. سرقت شو هي لك ابني؟ أنا عم قول منسحبهم لعنا ومناخدهم. نفس الشي. لك كيف نفس الشي؟ نحن رح ناخد بس كم حبة ومنترك له حقهم هون قبل ما نمشي، وبكرة منجي ومنقله لصاحب المحل أخيادة اللي صار معنا ومنعتذر منه وخلص. شو صار يعني؟ مزبوط. طبعاً حكي مزبوط. يلا يا شباب تحركوا. لك رد. هنن عم يحكوا معك أنت، تركني عم بعمل حساباتي هلا. لا عم يحكوا معك أنت. وجاب أصر عصاية بالعالم كله. ابني انت عن جد اجدب ولا شو قصتك؟ بدي افهم. اخي الخيار كمان طيب ما بيمشي حاله يعني؟ بدنا غريفون لك اجدب. يلا ها طاهر يلا تفشون. لك اخي اسحبهم لعندك. يلا اسحبهم. برافو برافو. قربها قربها. اسحبها 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 اسحبها. قربها. يلا دير بالك تفلت. يلا 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 اربوها اربوها اربوها. اسحب اسحب. برافو برافو. يلا هانت. فشة من عندك فشة. ايه اسحبها. لك قرب العصاية منيح. شو عم تعملوا هون يا شباب؟ عائلة كاليلي متهمة بسرقة الجريفون، هيك بكرة بينزل الخبر. صاحبي مو نصيحة تضحك لأنه إلا ما تصير فيك. عن جد كنتوا عم تسرقوا هاي؟ مرت أخي نفس عم تتوحم. وين المشكلة؟ أخذنا حبة جريفون من المحل وقلنا منترك حقها، والصبح منعتذر من صاحب المحل. ليش كل هالقد مكبروا للموضوع؟ شو فيها؟ معك حق مصطفى، ما فيها شيء أبدا. بس ما كنا كلياتنا موافقين على فكرتهم، بتعرف شو قصدي؟ طبعاً أنا ما عم بعترض، بس حبيت تعرف. مراد أنت شو متوقع منا؟ عناصري لقطوكن وأنتوا عم تسرقوا محل خضرة. ليك صاحبي اعملي اللي بتشوفه مناسب، وحتى لا تتركنا إذا بدك. ما بدي يرجع يصير لك مشاكل بشغلك من وراي كمان هي المرة. بسيطة ولا يهمك، عم ندور على صاحب المحل هلأ، إذا ما اشتكى عليكم رح يتسكر الموضوع. تفضل سيدي، هذا رقم صاحب محل الخضرة. طيب روح.
بحبك كتير. وأنا كمان بحبك يا روحي. صباح الخير. صباح الخير. امبارح لما رجعت حطيت الجريفون هون. ايه بعرف. ولما الصبح شفته كتير انبسطت. نفاس يلا شوي وجاية. رجع نام لأنك تعبان. ولما بيجهز الفطور أنا بنادي لك. والله جد؟ ما بقول لا. ألو نعم. أنا ما فيقتك ما هيك؟ مرجاني؟ ولا يهمك كنت فايق. امبارح اتصلت فيني. لا أنا ما اتصلت. شكله هالاتصال بالغلط. هو أنا قلت له كذا مرة بس ما حضرت. توقعت إنه بالغلط. بتصير أحياناً. بس انشغل بالي عليك قلت بتطمن. مرجاني أنا ما اتصلت فيكي وما بعرف كيف صار هيك. بس مثل ما قلتي يمكن بالغلط. في شي أخبار عن نظر؟ دائما بتتصل. هي منيحة عم تحاول تبلش من جديد يعني مثلي أنا. اي فهمت. طاهر مو صاير معك شي مو؟ مرجاني مو فاضي هلأ ماشي. طاهر في مجال تعطيني بس ساعة من وقتك؟ محتاجة كتير احكي أنا وياك. ممكن الظهر أو العصر أو حتى المغرب. إمتى ما بدك أنا جاهزة. بس ساعة ويمكن ما نحتاج كل هالوقت. وين ما بدك ممكن. تمام خلص إذا كنت فاضي الظهر بخبرك. اتفقنا رح استنى تليفونك. شكراً كتير إلك لأنه وافقت. وهي خلصنا. شو صار معك؟ رح نتقابل. اوه هيك بهالسرعة هي؟ ايه لكن بسبب مهمة امبارح مع اخواتك ما قدرت جاوبها على اخر رسالة ويمكن هي خافت تخسرني لهيك قالت لي خلينا نتقابل. طيب هات ورجينا شي صورة لها. حورجيك اياها هي ورفيقتها. في كم وحدة كمان غيرها متصورتهم مع حشرات وورد ومدري شو. ديك هي اللي واقفة والصورة شكلها بعيد ميلاد رفيقتها. هاي الدبابة اللي على اليمين يمكن رفيقتها او ما بعرف شو بتقربها. والله يا مراد طلعت واحد مالك قليل ابدا. هالبنت كتير حلوه من وين لقطها ولا قال لي؟ لك انت ما بتعرف قدرات اخوك لسه. ايه وشو اسمها؟ بينار. وقت تشوفها بدي ناديلها يا قمري. يا زعر. والله مالك سهل. فاق بطلك ولا لسه؟ ايه هو فاق بس انا قلت له يرجع ينام شوي لبين ما يجهز الفطور. اختي كانوا عم يحاولوا يسرقوا كل الليل لهيك تأخروا بالرجعة. ما فهمت عليكي. الجريفون
طاهر صار حرامي مشان خاطرك سلفتي، تتهني بهيك رجال؟ انت عن جد عم تحكي؟ ايه مصطفى هيك قال لي. يا الله لك شو هالحب هاد، يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بالم ييت، يلا تعوا يا اولاد. صباح الخير. صباح يا جماعة. صباح النور أخي. أهلين. صباح النور. صباح النور. عود أخي تفضل. أهلين. المطلوب انك تموتي. مع السلامة مرجاني. كوني مطمنة، ارتاحي لأنه موتك رح يخدم عشق أكبر من عشقك. شكراً على هالخدمة. حقك علي مرجاني، كله بسببي. بترجاكي سامحيني. نعم ماما. لك بنتي انت وينك؟ انا طلعت لشم شوية هوا، ما بتأخر جاي. ايه ماشي، ناطرتك لا تطولي. تمام. انا ما بجي على الوقت ابدا، يا بتاخر يا اما بجي بكير، ولا مره اجيت على الوقت. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.